مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي عن موضوع مهم في أوتوا، موجود في كتير أماكن ومعظم المدن الكندية موجود فيها، اللي هو تنس كورتس. زي ما انتم شايفين معظم الحدائق الكبيرة في مدينة أوتوا، زي ما انتم شايفين المدينة طبعا بتوفر هذا الشيء مجانا للجميع، ما في اي كوست انك تستأجر هذا المكان. الشيء الوحيد اللي بدك اياه انك تجيب معك الكرة تبعت التنس، المضارب، وتجيب معك صديقك او زميلك او اخوك او اختك او ابنك عشان تقدروا تلعبوا مع بعض. هذا الشيء الوحيد، استمتعوا بهذا الجمال. معظم الحدائق زي ما حكيت في مدينة أوتوا عندها هذه الخدمة، ممكن تدوروا عليهم على الويب سايت، بتشوفوا اي حدائق موجودة على ويب سايت المدينة اللي هو ottawa.ca، بتلاقوا عليها كل المعلومات عن الحدائق وعن وجود التنس كورت او اي فاسيليتي موجودة في الحدائق. بس حبيت احكي لكم عن هذه الاكتيفيتي وان شاء الله تستمتعوا فيها. حلقة سريعة لكن مهمة جدا للي بيحبوا التنس، ويعطيكم العافية. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل